old school like them. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد الخلق محمد بن عبد الله. مرحبا بكم شباب. النهارده جاب لكم شرح جديد. الشرح دوت يا جماعه انا تعبت فيه جدا فوق ما تتصورون عشان اجيب لكم الشرح دوت. واخيرا بجد اقسم بالله انا هكرت الكاش امبارح والكوينز كمان يعني بطريقه خياليه. سايب لكم مود اسفل الفيديو هتحملوه، بس اتمنى انكم تشوفوا الفيديو للاخره لان الفيديو مليان مفاجآت ومش هتفهم الفيديو غير لما تتفرج على اخره، عشان في ناس كتير بتشتمني في الكومنتات تحت يا جماعه وبيقولوا ان حرامي وما بفهمش اي حاجه في اي حاجه. فاتمنى انكم تشوفوا الفيديو للاخره. دلوقتي انا دخلت على مود بسجل البريد بتاعي الالكتروني الاصلي اللي انا بلعب بيه. انا الايميل بتاعي انا قفلته كله فتحت واحد جديد. دخلنا على المود عادي زي ما حضراتكم شايفين. كوليكت بس ضرورة انك لازم تسجل بحساب. تمام زي ما حالتكم شايفين كده معايا الكوينز 3600 ومعايا 6 كاش. شايفين ليه فري كوينز دي يا جماعة؟ بناخد الفري كوينز زي ما حالتكم شايفين الكاش فوق زي ده هوت. زي ما حالتكم شايفين كده يا جماعة الفلوس زادت خالص، بقت بالبليون مش مليون ولا مليار، لا دي بالبليون. بس الكود دي وهميه يا جماعه. لما نخش على السايت على الشوتس بنلعب جيم شوتس على 10 مليون. بص زي ما حضراتكم شايفين ساعات بتديكم وساعات ما بتديكمش، يعني انت وحظك كده بيقول لك معكش فلوس لازم تشتري فلوس، بس انت الحقيقه ممكن تلعب عليهم بعده محاولات. تفضل تحاول 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 لحد ما تاخد لحد ما تلاقي حد تلعبه. انا هحاول دلوقتي كده يا جماعه. هي ما بتبقاش متهكره عصيان، انت بتلعب انت ومجهودك هنا، بس انا هحاول اهكرها كده قدامكم عصيان شوف هتنفع ولا لا. ما نفعتش يا رجاله. طب ما علينا، هو الوقت كسر انا العب وهو يلعب، بس كل واحد ومجهوده. لو هو كسب لو هو كسب ياخد العشرة مليون مني، اما لو انا كسبته انا هاخد عشرة مليون. بس الفيديو مليان مفاجآت يا جماعه اتفرجوا بس وخلاص. دلوقتي انا جريت الجيم عشان مده الفيديو. دلوقتي انا هكسب باذن الله. ايوه يا حبيبتي يلا 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 شد او ايه ايه او جول. بس كده يا جماعه دلوقتي انا كده كسبت ال 10 مليون. انا في الاكونت بتاعي الاساسي كان معايا 3600، محدش ينسى يقول يو وين. دلوقتي انا وصلت ليفل 20. هو ملحوظه بقى المود دوت، حتى لو انت ليفل كنت اعلى من 20 هتفضل برضه ليفل 20. وكل ما بتلعب جيم بتاخد كاش، كل ما بتلعب جيم بتاخد كاش، كل ما بتلعب جيم بتاخد كاش بالطريقه دي. زي ما حضراتكم شايفين انا كسبت، خدت كام؟ خدت 10 مليون. دلوقتي انا ما ينفعش اشتري اي حاجه من المود ده خالص. هو العب واكسب فلوس، العب واكسب فلوس، العب واكسب فلوس. بس نروح للمود الاصلي بقى اللي انا منزله من جوجل بلاي. اخش اسجل دخول بيه. زي ما حضراتكم شايفين معايا 10 مليون و12 ايه 12 كاش، كان معايا 6 و3600. دلوقتي انا نزلت 10 مليون. وبرده لو فضلت لعبت على مودي التاني وكسبت فلوس برده هكسب. زي ما حضراتكم شايفين بشتري بالفلوس اللي معايا يا جماعه. والله العظيم انا ما وقفتش فيديو وعملت الكلام ده كله والحوارات دي، لا ده حقيقي فعلا. زي ما حضراتكم شايفين انا هشتري دلوقتي. معايا مثلا كان معايا 3500 ماشي هشتري. ده انا كده نقصت المفروض معايا 2500 ومعايا من 3600، يعني المفروض يبقى في مثلا فلوس تانية. لا انا هشتري لكم حاجه دلوقتي شخصيه ب 79000 زي ما حضراتكم شايفين كده. الشخصيه دي عامله 79 ايه 79000 اشتريتها يا جماعه اهوت، والفلوس بتنقص فوق عادي والحياه تمام زي الفل. وبتلعب على الشوتس وبتلعب على اي جيم. وبرضه انا ليفل لسه ليفل 11 زي ما حضراتكم شايفين تحت. هناك كنت ليفل 20، عشان حتى لو انت كنت ليفل اعلى من كده تفضل برضه ليفل 20 هناك.
بس يا جماعة، وده كان شرحنا النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان هتستفيدوا جدا من القناة بإذن الله الفترة الجاية ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.